ولا كلمتين. شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي ياسين الشيخاوي اليوم؟ اليوم ياسين مش قاعد يلعب برشا اليوم، يوسف مساك، يوسف المساكني. باهي، شكون تعتبره احسن لاعب في تاريخ تونس؟ تاريخ تونس طارق دياب. طارق دياب. شكون متوسط الميدان بيفو في تونس يعجبك اليوم؟ برمضان محمد علي بن رمضان. احسن متوسط ميدان او بيفو بتباع في تاريخ تونس، جابته تونس، كنت متاثر بيه حاجه هكا يعجبك؟ احسن بيفو في تاريخ تونس برشا. اي نعرف، بس سمي لي واحد. برشا 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 برشا. شكون؟ استنى. الأسعد الورتاني. الله يرحمه. الله أسعد يرحمه. الورتاني ملاعبي خدام برشا، لعب يخدم برشا علي العابدي. بالعكس توا ملاعبي كركا علي لعبت مع بعضكم في الستاد في حتى في الاسبيرانس. اسبيرانس. الاسبيرانس. يوسف مسكني كركا يوسف. ب شكون في العالم بيفو يعجبك تعتبر احسن بيفو؟ دي بروين. مش بيفو دي بروين. ايه ثلاثة هما، انا نسميهم كلهم بيفو. صارت تحكي على بيفو سنتينيل. بيفو سنتينيل حط. انت سنتينيل تسمى. انا نلعب ثلاثة. نلعب ثلاثة. قلقش. كلها نفس الحاجة هي. بغيف كازيميرو. أحسن لاعب في العالم. دي بروين. دي بروين. أحسن مدرب تونسي. أحسن مدرب تونسي. عفوا الغربي. ماهر الكنزاري. ماهر الكنزاري. أحسن مدرب دربك. فتحي العبيدي. شنو ما فهمتيش المعادلة؟ الكنزاري أحسن مدرب على خاطر مدرب سي ان تو في برشا حاجات، أما مدرب رنيني أنا عجب معايا أنا مشي معايا فتحي العبيدي. مدرب عنده فضل عليك. مدرب ماهر الكنزاري. علاش؟ على خاطر اللي تي لون دي ريزون اللي ميم بسبو هو جي ديكلونشي ما كارير، خاطر راهو تو باس تاع اماتور ا بروفيسيونيل برشا جوريت ايزون با بي باسي سولون اش صار معايا. تعديت بالكومباني هذي كان تاع كوب دي موند وكل شيء، توليت ان برو تعرفتو ومن هذيك جي ديكلونشي ما كارير. شكون الجمهور الاقوى تعتبر لعب ضده في تونس يخوفك؟ لتوال. لعب ضده معاه لتوال يخوف بارابول كي لعبت مع اسبيرانس و الاسبيرانس و الكلوب كي لعبت مع لتوال. ما فهمتش يعني كي تبدا تكون مع اسبيرانس. آه. جمهور لتوال هو اللي يبدا يعمل برشا مشاكل لاسبيرانس، فهمت؟ يعني يكون صعيب مع اسبيرانس وكي لعبت مع لتوال جمهور الكلوب. يس يس. اقرب جمعيه لقلبك؟ ستاد. بين لتوال لاسبيرانس شكون تشجع؟ اسبيرانس. علاش؟ عاش عديت فيها برشا ايامات وبرشا بوكو برشا برشا حاجات. اسبيرونس عندها فضل كبير علي. مازلت تتبع الاسبيرونس؟ اي اي بتوع. انا احسن بوندو ماركيتو. احسن بوتو ماركيتو دومي فينال كوب في البحرين، كوره جاتني يعني راجعه حطيتها. هدف تمنيت لو كان انت ماركيتو. هدف تمنيت لو انا ماركيتو كفران ميسي كنت ليفربول نسيت عن الحق حطي له غادي من بعيد. سنة مع لا 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 مع البارس. أكبر سالير خذيتها قد إيه؟ مليون ونص. أكبر واحدة مليون ونص؟ لا سالير ولا ما نحكوش فيه الموضوع ده. باي وين على الأقل؟ سعودية، بحرين، ليبيا، وين؟ ليبيا. في المدينة ولا في الأهلي؟ في الأهلي. في الأهلي طرابلس. أقل سالير هذه عادي قولوا. اقل سالير، اقل سالير في ستاد في الملعب التونسي في الباساج الاخر. اقل سالير خذيت اقل قديش؟ سالير 3 ملايين. 3 ملايين. باهي، كانت هذه الكويز مع اسامه البوغانمي.